يا بنت يا بنت فلي من شعر طيات وحنا على رؤوس الروايب. مساكم الله بالخير وحياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني والتراثي برنامج الشارع. في بداية الحلقة خلوني أذكركم بسؤال أو لغزنا اليومي في مسابقة وطر لول. اللغز اليوم يقول: ويش رجل دائما سره يبيحه، هو صديق اللي يبي منه صداقة، خوته كم واحد منا تريحه، وفيه بعض الناس تعشقها عشاقه. واحد الكتاب، اثنين القلم. للمشاركة أرسل رقم الإجابة الصحيحة برسالة نصية قصيرة على الأرقام الظاهرة. وللمشاركة من المملكة العربية السعودية يرجى الاتصال على. والرابح الأول بيفوز ويانا على ساعة فاخرة بقيمة 15,000 درهم مقدمة من مجوهرات المنصور. أما الرابح الثاني بيفوز ويانا على جائزة بقيمة 10,000 درهم مقدمة من مجوهرات الصايغ. إذن نتمنى لكم التوفيق في هالمسابقة. أما الحين خلوني أذكركم بسؤال بنات جبار، والسؤال يقول: السؤال يقول: كم عدد المزادات اللي تنظمها المجموعة العلمية المتقدمة سنوياً؟ 1 6 مزادات، 2 10 مزادات. للمشاركة أرسل رقم الإجابة الصحيحة برسالة نصية قصيرة على الأرقام الظاهرة. وللمشاركة من المملكة العربية السعودية يرجى الاتصال على. والرابح بيفوز ويانا على إحدى سلالات المجموعة العلمية المتقدمة. إذن هل هن 6 مزادات ولا 10 مزادات؟ 6 ولا 10؟ إن شاء الله تكونون عرفتوا الإجابة. أما الحين نمسي على اللجنة ومساك الله بالخير يا أبو حميد. مساك الله بالنور والسرور وطول العمر. أجمعين يا رب. الله يسلمك يا رب. سلم غاليك. مساك الله بالخير يا سيف بقبي. مرحبا مرحبا يا حصة. مرحبا نهان. مساك الله بالخير يا خلفان بن سندير. مساك الله بالرضا والعافية. أجمعين يا رب. نمسي بالخير على خالاتنا، مساك الله بالخير يا أم خليفة. السلام، إيش حالك؟ الله يرحبك على فضل. الحمد لله بخير ونعمك. مساك الله بالخير يا أم سيف. مرحبا، ما استردت يا تروح. مرحب لهان، حياك الله. يا مرحبا يا أم أحمد. مرحبتين مليار. الله يرحبك على فضله. سلامة. الحمد لله بخير ونعمة. الله يسلمك. مساك الله بالخير يا ام خالد. مرحبتين، مساء الخير والنور. الله يمسيك بالامس السرور والرضا. حياك الله يا ام علي. يا هلا ومرحبا. الله يحييك على فضله يا مرحبا. نمسي بالخير على اهل البحر ونقول لهم يا حياكم الله ويا مرحبا. مساكم الله بالخير نور والسرور، يعطيكم العافيه. يعافيك يا صالح. يا مرحبا. أرقامنا ظاهرة على الشاشة من داخل الدولة ومن خارج الدولة، نقول لكم يا مرحبا مليار وليس الدن. قبل لا ناخذ اتصال في بداية الحلقة خلوني أخبركم بالمفاجأة هذه. قررت إدارة البرنامج، إدارة برنامج الشارع، أن يتم إيقاف التايمر فقط في سؤال قصر الحصن وسؤال الشارع. يعني من توصلون لين سؤال الشارع ما راح يشتغل التوقيت مع المبلغ، راح يتم المبلغ ثابت 20,000. نبغي تشجيع كنترول. يتم المبلغ 20,000 وتاخذونهم كاملات في حال قدرتوا تجاوبون قبل لا ينتهي الوقت. يعني الوقت مضبوط خلاص، ما في، ما يتبدل. ناخذ اتصال ونقول الو مرحبا. الو مرحبا.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله. الو الو، مرحبا. مرحب لهان، حياك الله. منو جايه؟ زياد حمد. حمد، ما عليك امر، بس تعلي صوتك لاني ما اسمعك. حمد معك. حمد من وين؟ حمد من ابو ظبي. وين في ابو ظبي يا حمد؟ المشرف. من المشرف. شيء تشجيع ولا لا؟ شيء. يلا سمعنا التشجيع. شوف التشجيع، يعني انا اشوفه ضعيف. مره ثانيه يلا. زين يلا نتوكل على الله وعطونا الامارات السبع ويانا على الشاشه. هذه الامارات السبع ظاهره ويانا على الشاشه، والاماره الاولى اماره الفجيره. السؤال منها يقول، الاماره الاولى يقول لك السؤال، وين تقع جزيره جرنين؟ هل جرنين ولا جرنين؟ في اماره ابو ظبي ولا في الشارجه؟ ابو ظبي. جرنين في ابو ظبي ولا ابو ظبي؟ نعم ابو ظبي. وانت صح. من إمارة رأس الخيمة السؤال يقول، يا حمد، شو يطلق على الحبل اللي ينشرون عليه الملابس، الغدان ولا اليدة؟ الغدان ولا اليدة؟ الغدان. وانت صح. يروحون ولا يردون؟ روحون مرة توكلي. يلا ونعم بالله ونروح على الإمارة الثالثة والمرحلة الثالثة، إمارة أم القيوين. يقول لك، كمل المثل، أخطف على الحساد ولا شو؟ أخطف على الحساد ولا ولا عليك منهم. ولا عليك منهم. غلط، بدلها. زعلنا. زعلك عكس الترانه. عكس الحساد شو؟ لا مرادف. ايش عكس؟ مرادف. ها. مرادف. اخطف على الحساد. اخطف على الحساد ولا تخطف على العيان، هذه كانت الاجابه الصحيحه. رجعت لين ال 1500. مبروك عليك ال 1500. ناخذ الاتصال اللي بعده ونقول الو. الو الو، مرحبا. الله حيه. الله يبقى. مرحبا بالساع. مرحب لهان. من ويانا؟ مطر بالعصري الشامسي. مطر من وين؟ من وين؟ من العين. وين في العين يا مطر؟ هالزاخر طال عمرك. ونعم، حي الله هالزاخر. وين التشجيع؟ موجودين. خذ بس صدعتونا. ما سدنا بغمه. احنا ما سمعنا اصلا غير بغيم. بغمه وحده ما سدنا. وحده ما سدنا. طيب عيدوا مره خلاص. انا ما اسمع شيء. بس خلاص عورني والصدعه. انا ما اسمع شيء، انت تسمع شيء؟ تسمعه هو يبغم يصفج. انا ما اسمع شيء. ترى نحن كلنا اللي في الاستوديو ما سمعنا شيء. بالله عليك؟ نعم. خذ مره شباب. ترى هو بعيد عنهم. شكله قاعد بعيد عنهم. والله مطر. نعم. نتوكل على الله ونروح على الإمارة الأولى. يلا بسم الله. بسم الله. وإمارة الفجيرة يقول لك، شو يطلق على منخل الرز في اللهجة المحلية، منقلة ولا مشخلة؟ بعد سهل. الرز. مشخلة. وأنت صح. السؤال الثاني من إمارة رأس الخيمة. رأس الخيمة هناك عقيتينا. يقول لك السؤال، خذ الدليل عن الضيع ولا أقرب المسافة؟ خذ الدليل. أقرب المسافة. نعم، أقرب المسافة. وأنت صح. نروح. يلا نروح وعطونا القصيدة. اسمعوا ويانا الأبيات. اللي ذعب الطرف لي مكسب دعاية، والهدب زافات يلي مظلل لنا، والحشام نهوب ونهوده نفايا، فايعات فوق صدري زهينا. سمعت القصيدة؟ نعم.
زين ويقول لك من قائل هذه الأبيات؟ هذا السؤال من إمارة أم القيوين ويقول لك عطني اسم الشاعر. شيخ زايد الله يرحمه ويغله. وأنت صح. أشكركم صح. 3600 تنسحب؟ لا لا أبداً مطعت. متأكد؟ اسلم على 3600 احسن بدل ما ترد على 1500. لا 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 بحولك. يلا عيال نروح. يبون الشارع ما يبون شيء بسيط. بنشوف بنود الشارع مضويه زاخر ابشر. يلا نروح نروح على الاماره اللي بعدها. اماره عجمان وقلعه المربعه. ومن اماره عجمان يقول لك الى اي فصيله ينتمي السمك المسمى او السمكه اللي يسمونها بام الدهون؟ شو ترد؟ يلا عقين الحين. ام الدهون. اي فصيله ينتمي السمك ام الدهون؟ بنسنديه. تبى بنسنديه يخبر. بنسنديه ما يعرف هذه. عزر عزر رميزي. رميزي. هاك طيب هاك طيب ما يهمك. لمح له لمح لا تخلي. لمح بس لا تغشش. مسموح يعني؟ لمح بس. نعم نعم. قلت النوام. اه. نوام بس النوام النوام حظه. لا لا لا. شوف. مش النوام هو يقول لك انا نفس الفصيله اللي تنتمي لها النوام. بس مش النوام. عوالة ترى هاي. حقينا غير عاد حصة. العوال الله يسلمك. العوال 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 هو في ذمتك؟ نعم نعم العوال. اتحل. كيف عقب ما اعطيناك اللي جابه ما يستوي الله يسلمك. لا 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 فعليت. هذا ربيت حصة انا قلت عوال لان انتم ما سمعتوني. عشان ما ترد بس بال 1500 بنعطيك جائزة عينية. مقدمة من تلفزيون أبو ظبي مبروك وتستاهل مع 1500. زين الله يطول عمرك. حياك الله يا مرحبا. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو مرحبا. مرحبتين وسهلين. مرحب لهان حياك الله. يلا حييت ويبقيت. منو يانا؟ معك مبارك من سعيد المنصوري. ونعم مبارك من وين؟ عم بحالك من أبو ظبي. وين في أبو ظبي؟ الوثبة وضواحيها. تشجع؟ هل يوجد بي هل يوجد بي يوم ألغيت التايمر شجعك وسيف. يوم ألغينا التايمر ايه شجع سيف قلت لي تشجع عشان احنا محب كسبانين شيء لا عند هالشارة ولا ما عنده شيء زين لا التايمر عدو وهالوثبة الحين بعد بتشجع الحين هالوثبة الله يعينه نسلمه ما في ما في قصر في التندية هذا إذا عرف يوصل لين سؤال الشارة بس المشكلة من يحدونك على البحر وقف من سندية على السيف هناك يطالع ما عليك بحر بحر وجو وكل شيء اشكرك انا خليك تدع يا روح اذا عرف يوصل المنصور توكل على الله توكل على الشارع بنشوف ما يوصل ان شاء الله ياخذونها اليوم الشارع هالوقت ان شاء الله يستاهلون خذوها بنشوف نتوكل على الله ونروح على الاماره الاولى اماره الفجيره ومن اماره الفجيره يقول لك الفتره من الوقت اللي يسمونها القايله متى تكون القايله الظهر ولا الفجر الظهر وانت صح نروح على إمارة رأس الخيمة ومن إمارة رأس الخيمة يقول لك شو هو البرانيوش البرانيوش هو نفس المحمر هل هي أكلة شعبية ولا حشرة صحراوية أكلة شعبية وانت صح أشكر أم أحمد البرانيوش والمحمر نفس الشيء صح هي نعم اللسامة تختلف نفس شو تقولين؟ اللسامة تختلف ولا نفس الشيء نفس نفس الأكلة اسمه يسوى ساوي علمونا كيف ينطبخ ما عليه بنطلب الأكل وبنراويك إياه لا مو على شكلك اللي تبغى نطلب برانيوش عشان تعرف كيف ينطبخ زين نطلبوه الليل خاطرك في برانيوش إيه بس نبغى نشوفه نبغى نعرف كيف خدمته إن شاء الله وأنت تتحكم عاد علي مبارك أرسل معاد عندك 2000 نروح ولا نرد؟ أفا عليك نروح تخبرنا الحين عن الرد ما رد ما رد ما يرد ما يرد ما ب 1005 ولا ب20 يعني ما أسأل السؤال هذا أبدا ما أسألك عن الرد أبدا مرة لا تسألين عن الرد خلت قدام يلا عيال نروح على إمارة أم القيوين ومن إمارة أم القيوين يقول لك كمل المثال التالي تموت الدياية وعينها على السبوس وانت صح انت حتى ما شاء الله عليك التايمر ما خليته يشتغل اصبر شوية
لا تعينينه ذكر يلا قلت ما شاء الله قلت وبعدين انا هو بعيني خايفين عليه وهذا انا عيني بارده اول مشاركه له عندنا المطرش هذه شو ها؟ الوثبه اول مشاركتكم هذه وبعدين عيني بارده انا ترى لا والله عيانه عرفت انا لك عينتي البارحه وقص حرام عليك تكلم حرام عليك خلف هاي والله شنو غانم انا ما اقول شيء شنو غانم غانم ها زين نروح على عليك ما عليك مطوع حولي اشوى ويا ابوي احتاط يا بني عم ما شاء الله عليكم يلا نروح على اماره عجمان ومن اماره عجمان يقول لك متى نقول عن الناقه ريمه مره وصلتي يا روحه كان راعي ناقه كيف راعي ناقه قبل يومين كنا نتكلم عن يصعب اللحم عن يوم يصعب حلبة يزاد اللحم عند خلفه طول هواك صدقوا ها وصدقه نعم صح نعم وانت صح اشكرك وانت صح انا ما اقول لك شيء انا اسمه ما راكب انا ترى اللي اقول الجواب صح مو خلفان ما تقصرين ما تقصرين نروح على إمارة الشارجة وصلنا الشارجة عندك 8000 ترى يحق لك تنسحب إذا تبغي متى أو من أين يستمد الفلي فلي الغيلي مياهه بعد الفلي من وين يستدل مياه كيف كيف الفلي فلج الغيلي من وين يستمد مياهه بساعدك من الوديان والأمطار ولا من الوديان والامطار بعد ما في من الوديان والامطار وانت صح انا ابوه مو راعي فلاي راعي الوذبه ما فيها فلاي ما شي وديان ما شي وديان حولنا عشان تبي ساعدنا شويه في ساعدته بيض الله ويوم ابشروا بالشارع بيض الله ويوم نحن ما ساعدناه في الاسئله كلها ما شاء الله عليه وبروح مجاوب نروح نروح يلا من اماره دبي والله نعم بهل دبي يقول لك الله ينعم بحالك متى تسمن خلا حدلة قبل يومين كنا نتكلم عن الفاكتور عوية أظني ولا كيف يكون يدعها عوي ولا وانت صح يا سلام يا سلام شوف عندك 6600 تاخذ ال 6600 وتنسحب ولا تروح على ال 20000 على ال 20 ما ننسحب كفو بتخسر ان شاء الله ما نخسر خذ ال 6000 شكرا بالله وعدالي حولي مطوع الله يعين يعني احيانا انت يوم تقول حولك مطوع ما فهمنا شو المقصد منه بس يعني ما حد يضربني بعين زين اشكرك نروح على الشارة وقصر الحصن يقول لك السؤال على شو يطلق اسم الجيجانة الذي يغطي على طلع النخل شو الذي يغطي على طلع النخل والغلاف شو هذا يغطي على الغلاف على طلع النخل ما خلفان ما أعرفه متأكد هي الغلاف الذي السيف يقول هي السيف بقبي شو تقول؟ يقول احنا نسميها الليجانة هذا يغطي على النخل قراب الطلع اللي يجي على طلع الفحم طلع ايه الطلع لحظة مبارك لحظة لو سمحت شو تقول بقبي؟ اللي يغطي طلع النخل اللي يغطي طلع النخل يوم تقص الفحال تاخذ منها الطلع وتعق الليجانة الغطاء مالها الغلاف نعم الغلاف هذا هو؟ ايه وهو قال هالجواب؟ هذا قال نعم هو قال سيدي بس ما ندري هذا اللي يعرفون في النخال وفي هذا عندنا ابو قوي اللي قال هذه اللي قال زين قولوا له تستاهل الناموس هذا مبروك وهذه اول شاره تروح في البرنامج وهالموسم هذا من بعد التايم بيض الله وين بيض الله وين بيض الله وين كنت هالوجبه هالوجبه ما يردون اشكرك بيض الله وين هذه اول شاره وين كبير يا ابن زنديه عاش المناصير عاشوا اشكرك خوالك حيا هذا الحياه يا ساري تشوف حق خوالك لازم الله
خواله خواص سنيه بعد ما اذا مبروك لهالوثبه راحت اول شاره ويانا في البرنامج لهم مبروك يستاهلون حتى لو كان اعتقد التايمر شغال بعد كانوا بياخذون الشاره الريال اللي مشارك ما شاء الله معلوماته قويه يمكن حول 5 أسئلة جاوبهن بدون اي مساعده يمكن ساعدته سؤال واحد فقط لا غير هذا مساعد السؤال هذا للكل حصنا احنا نساعد في السؤالات للكل يعني ما نتحيز لشخص معين يعني. نعم كل اللي شاركوا ويانا والاسئله اصلا سهله ونحن كنا متكلمين عنها اصلا في الحلقات الماضيه نعم نعم ما خلينا شيء متى تسمى حدله والدياي اللي تموت الدياي وعينها على السبوس كل الاشياء طريناها في الحلقات اللي تموت البعير وعينه فراكه اي هذا كلها يعني مره عليهم لكن تبغى واحد انه يتروى في الحديث ما تاخذ الحفوظ وتاخذ احيانا بس هو ما ظهر له ولا سؤال في البحر يمكن ان من هذا اللي ساعده لو ظهر له سؤال في البحر عاد خلاص يقول هو عندي ناس في البحر ومجتهد يقول ولا يهمك كذا لا ما عليك انا ادري بنطلع على سؤال في البحر بيطبع هناك في البحر المهم حظه ويستاهل وكل ان شاء الله اللي واصل لنا حظه طيب كل مجتهد النصيب اكيد ناخذ اتصال جديد ونقول الو مرحبا السلام عليكم عليكم السلام والرحمه وياكم يوسف يوسف من عمان يوسف من عمان وين في عمان يا يوسف الراشدية من الراشدية يوسف نبغي حماس شفت أول شارع 20,000 طارن قبل شوي راحن لهالوثبة ومبروك يستاهلون الحين نبى هالعمان ياخذون شارع إن شاء الله يلا وين الحماس إن شاء الله وين التشجيع وين التشجيع والله بروحي أنا يلا عيال نتوكل على الله ونروح على الإمارة الأولى إمارة الفجيرة يقول لك السؤال من إمارة الفجيرة وين تقع منطقة رزين؟ هل في الشارجة ولا أبو ظبي؟ أبو ظبي؟ أبو ظبي وأنت صح. نروح على إمارة رأس الخيمة، ومن إمارة رأس الخيمة يقول لك شو المقصود بقولنا فلان دغر علينا؟ هرب منا ولا فاجأنا بحضوره؟ فاجأنا بحضوره. وأنت صح. يلا يا يوسف نروح ولا نرد؟ لا خلاص الرد انسحب افا ليش؟ عندك تاخذ الشارع شكل ماخذوها للوثبه ليش؟ توني عاطت السؤال جاي بيكون صعب احس توني عاطت انك تجي جمل حماسيه وان شاء الله تاخذ الشارع والحالة واخر شيء ردي احس اني مو بقدها احس اني مو بقدها مبروك عليك الألفين حياك الله يا مرحبا إذن مشاهدينا راحت ويانا أول شارع 20,000 في هالموسم نقول مبروك طبعا إحنا مستانسين في الاستوديو ما تتخيلون كيف أن أحد نحن والله حزينين على اللي خذوها وكان التيمر شغال تمنينا أن كان التيمر موقوف فيها من بداية الحلقة ولكن خيرها في غيرها اللي وصل إن شاء الله بعده يقدر يوصل والبرنامج للجميع والفترة طويلة الجاية ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله يا رب إن شاء الله إذن مشاهدينا فاصل قصير نرجع بعدها نتواصل وياكم تريونا عيون السود عيون سود جتال وهدايب مثل صف جنود حشود صف وثلال سحرني بالعيون السود عيون سود جتال وهدايب مثل صف جنود حشود صف وثلال حبت نساي منود يزيد الشوق عمال يزيد الشوق رجعناكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومتواصلين وياكم ما حخليتونا حتى نشرب فنيان القهوة والله رجعناكم متواصلين وياكم من بعد الفاصل ونقول يا مرحبا بكم ومرحبا باتصالاتكم وألف مبروك للي خذ الشارع قبل شوي ويانا ونقول له تستاهل الناموس مرة ثانية ناخذ اتصال ونقول ألو مرحبا ألو السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كيف الحال؟ الحمد لله بخير ونعمة طاب حالك من ويانا؟ يا أحمد سالم الخاطر أحمد لو تعلي صوتك بس شوي أحمد بن سالم الخاطري
ونعم حياك الله يا احمد، من وين؟ راس الخيمه. وين في راس الخيمه؟ من الحمرانيه. من الحمرانيه، شيء تشجيع ولا لا؟ شيء تشجيع تمام. ما شيء من عندكم بعد؟ احنا لا فعليك عندنا التشجيع. نروح يا احمد على السؤال الاول من اماره الفجيره، ويقول لك شو يتسمى مخزن حفظ الطعام، بخار ولا صريدان؟ بخار. بخار وانت صح. نروح على الاماره الثانيه، اماره راس الخيمه والسقال. السؤال يقول وين تقع منطقه ام خنور، في دبي ولا الشارجه؟ الشارجه. وانت صح. نروح ولا نرد؟ تروح ولا نروح؟ نروح ها؟ روح روح أكيد؟ روح خاطري من راس الخيمة ما يرد. عيال قصيدة يا الخاطري، اسمعها وشوفها ويانا على الشاشة. مونس بعيري شايف هالسكن ما يبغاه، يتحانش عن عصايه يبغي سكن هالشاه. سمعت الأبيات وشفت القصيدة؟ والله ما شفناها لكن سمعناها الأبيات. انزين السؤال يقول الله يسلمك، شو يقصد الشاعر بكلمة شاه في القصيدة؟ سكنهم شاه. مسكنهم ولا سكنهم شاه؟ سكن 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 سكنهم شاه يبغى سكن. ما أنا سكن ما سمعت القصيدة بس أتذكر آخر شيء. سكن. عيد عيد الأبيات لو سمحت. ما نقدر نعيد الأبيات الله يسلمك. ما ظاهر علينا الصورة هذه. سكن هل شاه؟ شاه. وين؟ شوف. يتحانش عن عصايه. منطقة شاه وين؟ يبغى سكن هل شاه؟ هل شاه؟ هل شاه وين؟ منطقة. منطقة وين؟ منطقة وصل الرجال وين هالمنطقة؟ شوف أنا الحين التايمر خلص ووقف بس بعدني أعطيك فرصة. وصلت وصلت وين؟ أبا عليك وين؟ غرب غرب عليك بالجبل. للأسف رجعت لين 1500. شاه اسم محضر من محاضر ليوا في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي، للأسف ما أعطيتني الإجابة مع أن حاولوا يساعدونك وخلص الوقت وعطيناك وقت أكثر عن اللي هو موجود على أساس يمكن تروح السؤال اللي بعده. مبروك عليك 1500. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف الحال عصمة؟ الحمد لله بخير ونعمة. منو يايا؟ ويا سعيد من قطر. سعيد من قطر، حي الله هالقطر. من وين في قطر؟ والله من الريان. من الريان. شيء تشجيع يا أهل الريان ولا لا؟ والله ما عندي حد. أو يستاهلون منها القطر التشجيع. يلا يا سعيد نروح وياك على الإمارة الأولى، إمارة الفجيرة. ومن إمارة الفجيرة يقول لك السؤال، شو هو المثلوم؟ هل هي نخلة الميتة ولا كسر في حافة الفنجان أو الفنيان؟ يقولون الفنيان مثلوم. كسر في حافة الفنجان. وأنت صح. نروح على الإمارة الثانية، إمارة راس الخيمة، ويقول لك السؤال، كمل المثل التالي، ما يمدح السوق إلا من خسر فيه ولا إلا من ربح فيه؟ من ربح فيه. وانت صح. نروح ولا نرد؟ لا والله نرد. ليش؟ وكل على الله أبويا. لا أسئلة سهلة. كان بتساعدونا ولا؟ بنساعدك بنساعدكم. احنا الحين ما ساعدناك سعيد ولك حق علينا المساعدة. بس أكيد. مو بالجواب عندك عدالة ذي والله بعينك. شو الرأي؟ نروح إن شاء الله. نروح. عطونا إمارة أم القيوين، ومن إمارة أم القيوين يقول لك المثل، من جدة من الحسنة استوفى شو؟ من جدة من الحسنة استوفى شو؟ استوفى مثلا. لا لا من قدم الحسنة استوفى ال بحرف الياء. ما عندك الجاء بحرف الياء. من قدم الحسنة الياء ولا الجيم؟ والجيم الجيم. يا سعيد هذا المثل دارج عندنا وعندكم وفي الخليج كله. من
قدم الحسن استوفى ليمايل، وينك يا سعيد؟ ليمايل. والله يسلمك، انتهى الوقت ونحاول. انا اعطيتك كلمه واحده زياده اصلا هي مش موجوده، قلت لك استوفى شو؟ ما علي، مبروك عليك ال 1500. مبروك عليك ال 1500. ومن مصر ام الدنيا نقول الو. مرحبا بالساعه اللي من بخير، شهر مبارك عليكم والامارات كلها في حفه. حياك الله، منو جاية؟ معاك عبد الغني محمد. من وين يا عبد الغني؟ من مصر. من مصر؟ ايوه من مصر. وين في مصر يا عبد الغني؟ بالقاهرة، قدام برج القاهرة. عند برج القاهرة، حد يعرف وين برج القاهرة؟ منطقة الجزيرة. ايوه اكيد هنا. والله انا تراني ما اعرف الا المخرج يغششني. على النيل، على النيل. على اليمين، زين. على النيل، النيل. على النيل. في ايه خالد مصطفى من ناحيه النيل وهذا تبغي بعد اقول له جوجل ماب؟ الله يسلمك خالد مصطفى. شو عبد الغني؟ ايوه اختي حصه. نبغي نسمع من عندك تشجيع حلو مصري. يلا واحد اثنين مع زغروطه. كمان زغروطه وتشجيع. الحين باقي علينا تشجيع من مصر. شوف هالمصر وروحهم الطيبة، شوف هالمصر وروحهم الطيبة الجميلة مثلهم. آه يا عبد الغني، نروح على السؤال الأول ونتوكل على الله. عبد الغني. أيوة أختي حسن. أنا بساعدك بس بعد كل سؤال نبغى نسمع زغروطة. إن شاء الله على بركة الله. يلا ونتوكل على الله ونروح على السؤال الأول. يقول لك وين تقع منطقة المريجة؟ في الشارجة ولا في دبي؟ في الشارقة إن شاء الله. وأنت صح. بسيطة بس. هو عبد الغني اليوم فنان. نروح على الإمارة الثانية، إمارة رأس الخيمة. شو هي المرتعشة يا عبد الغني؟ هل هي قلادة من الذهب تلبسها المرأة في رقبتها قبل كم حلقة؟ قلادة من الذهب إن شاء الله. وأنت صح يا عبد الغني. صح الله لساني. نسمع زغروطة يا عبد الغني، ما سمعنا. لا لا يا عبد الغني، زغروطة مش صويت، هذا صويت الحين. أوكي عبد الغني، عندك 2000، نروح ولا نرجع؟ والله أنا ما أحب المغامرة، يعني الحمد لله خير وبركة. تنسحب على 2000؟ لو في مساعدة هتساعدنا بواصل، لكن لو ما في مش عايز أخسرها. شوف لو في هتساعدنا. أنا 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 بقول لك شيء. روح على السؤال اللي بعده وأنا بعطيك عليه اختيارات، بس شوف يا عبد الغني لك. أيوة لك الرأي. تروح على السؤال اللي بعده وأعطيك اختيارين، بس تختار واحد منهم، إذا ضبط ضبط. شو الرأي؟ على بركة الله، بسم الله وتوكلنا على الله. يلا وعطونا القصيدة واسمع القصيدة يا عبد الغني. كان ذرفت بالدمع عيني، يا لابتي لا تستهمون، ما بي وزا شده وليني، من الوقت دام الرزق مضمون. عبد الغني. ايوه اختي معاك. قصيده معروفه يا عبد الغني. والله انا بالنسبه الشعر شويه تعبان. الشعر شويه. عبد الغني قولي من قائل هذه الأبيات؟ عطني اسم الشاعر، أنا بعطيك اختيارات. هل هو الشاعر أحمد سلطان بن سليم ولا راشد بالكندي؟ أحمد سلطان بن سليم إن شاء الله، ربنا يخلي لك سلامة يا رب. وأحمد سلطان بن سليم وانت صح. الله سعيد. مبروك، عندك 3800. الله يبارك فيك في ايامك ويحفظ لك سلامه يا رب. اللهم امين يا رب، ويحفظ لك عيالك وغاليك يا ربي. مبروك عليك 3300. حلوين الحين انسحب. اكيد حلوين، الله يحلي ايامك يا رب. اجمعين. حياك الله. مرحبا. ناخذ اتصال جديد ونروح عند هل العين ونقول يا مرحبا يا هل العين. الو الو مرحبا. مرحب لهان وحياك الله، منو جايه؟ وياك لبنى يا حصه. لبنى حياك الله يا لبنى. لبنى من وين في العين؟ من العين. وين في العين؟ من الجيني.
من الهيلي شيء تشجيع يا لبنى الحلوة ولا لا؟ والله ما عندي حد. ها؟ ما عندي حد. أفا يستاهلون بنات العين أحلى تشجيع. أفضل تشجيع. شوفي عادة اليوم أنا مستانسة صراحة إن حد وصل لين سؤال الشارة وخذ العشرين وحد خذ الثمانية وحد خذ يعني مو بالثمانية إلا 4000 كل حد يأخذ شيء الحمد لله مبروك وتستاهلون عاد أنتي كملي علينا فرحتنا فرحة الحريم وروحي عاد لين سؤال قصر الحصن عاد هلا هلا فينا يا إيش حصلتي أنا بساعدك باللي أقدر عليه اتفقنا تسلمين ما تقصرين والله يلا نروح على الإمارة الأولى إمارة الفجيرة إن شاء الله بإذن الله من إمارة الفجيرة يقول لك شو يطلق على فتحات تصريف المياه في سطح المنزل كواشي اللي هن كواشي الاذن ولا مرازيب عاد ما في تلميح تعدين حرام عليك لبنى الكواشي شغاب كواشي شغاب الكواشي شغاب الكواشي كواشي الاذن كواشي ثانية الثانية الثانية مرازيب مرازيب صح لا يا لبنى لبنى انتي ما بتخليني اساعدك اخواننا اشقائنا من مصر غدوا افضل من عيالنا وصلوا لنا في السؤال الثالث لا لا ان شاء الله خير ان شاء الله الحين الاسئله سهله شوفي الاسئله ركزي. سهله وركزي انزين ركزي وياي يلا اماره راس الخيمه ويقول لك السؤال اللي ما يطيع ان شاء الله يفلح ولا يضيع اللي ما يطيع في قبو شو يستوي بقى يضيع ولا يفلح يضيع وانت صح نروح نروح ولا نرد ها لبنى هلا نروح ولا نرد نروح بس هلا هلا فينا يا حصة لبنى والله ما اقدر لبنى اكثر من كذا اكثر من كذي ما اقدر ها زين السؤال سهل ولا صعب شوفي انا اتوقع ان السؤال صعب عليك ما بتعرفين تجاوبين عليه والله انا اتوقع ما اعرف الرأي عندك شو الرأي ها لبنى هلا قولي لي نروح ولا نرد خلاص نرد نرد مبروك عليك الألفين حياك الله تسلمين حبيبتي ما تقصرين إن شاء الله ناخذ اتصال جديد ونقول ألو مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام والرحمة كل عام طيبين وانت بخير ونعمة منو جاية عبد الله الشمس منو عبد الله الشمس عبد الله الشامسي من راس الخيمه ونعم حلياك الله يا عبد الله عبد الله وين في راس الخيمه من رمس من رمس من رمس شيء تشجيع يلا يا عبد الله نروح على الاماره الاولى اماره الفجيره من اماره الفجيره يقول لك السؤال يا عبد الله هنا الاسئله المرية من زينة المرأة هل هي سوارة ولا قلادة؟ أمس طارحين تقريبا سؤال مشابه لها هاي بالك سوارة لا قلادة 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 وانت صح نروح على الإمارة الثانية إمارة راس الخيمة يقول لك شو المقصود بكلمة ضك هل ينضح الماء ولا تحرك مسافة بسيطة لز ادري خز ولا تحرك خز ولا خز ولا لز ولا قم عني ولا ها تحرك تحرك مسافه بسيطه وانت صح نروح ولا نرد ان شاء الله نروح نروح اعطونا متحف بري بخوت من ام القيوين يقول لك في اي سنه تم الاعلان عن تاسيس المجلس الوطني الاتحادي يلا تفضل 1971 لا غلط قبل بعد ال 72 بعد 73 74 75 عطني رقم واحد شو 75 75 وانت صح اقول لك بعد عاد ما شاء الله عليك بتوصلني لي هذا عجبنا والله والله محاولة عنده هذا مصاكر عاد كلنا برا محاوله زينه الواحد يندفع بس المشكله عاد يوم بيقول
71 72 73 74 75 ما خلى لك مجال ما عاد خلى لي مجال اقول له اي وحده فيها صح. صح هذا من هذا تقول له صح ما في هذا مندفع واصل واصل عندك 2200 تنسحب ولا تكمل؟ لا لا واصل واصل كم؟ كمل كمل يلا اعطونا الاماره اللي بعدها اماره عجمان ويقول لك كمل المثل التالي والمثل مشهور ومعروف ما تبات الفقيره وشو ما تبات الفقيره وعندها شو ما اقدر عاد اعطيتك كلمه واحده زياده ذخيره ما تبات الفقيره وعندها ذخيره وانت صح 2940 كمل ان شاء الله لا تستعجل لا تستعجل عندك 2940 كل ما ياهن الاسئله تزيد صعوبه اذا شفت معلوماتك نص ونص زينات ال 2940 نكمل الراي لك يلا نروح على اماره الشارجه يقول لك شو هو عبد الدقل عبد الدقل ايه الفرمن شو الفرمن الفرمن ايه لا قلت يمكن شيء غير لا عبد الدقل دقل بن احمد كيف عبد الدقل الحبل التبون لا مو بحبل لا المنيور اللي فوق لا بكره لا عدهم كلهم ولا ما قصر عبد الله نعم انت رجعت لين 1500 لكن عبد الله عبد الله اسمعني الله يرضى عليك انت رجعت لين 1500 لكن بسبب انك انت مجتهد حاولت بنعطيك وياها جائزه عينيه بقيمه 20000 درهم مقدمه من مجوهرات محمد رسول خوري عبد الدقل عبد الدقل الله يسلمك عبد الدقل قطعه خشب يستخدمونها لتثبيت الدقل وتمنعها من الحركه هذه هي كانت الاجابه ترى هو الدقل يعني على الدقل كيف يثبتون الدقل بخشبه هذه الخشبه يسمونها عبد الدقل ما علي حاول المره الجايه ومبروك عليك الجائزه العينيه بقيمه 20000 من محمد رسول كوري بالاضافه الى 1500 اما الحين مشاهدينا فاصل قصير نرجع بعدين نتواصل وياكم تريونا مشاهدينا من بعد الفاصل ومتواصلين معكم ويا مشاركاتكم واتصالاتكم على أرقامنا الظاهرة على الشاشة من داخل الدولة ومن خارج الدولة نقول لكم يا مرحبا مليار وليس الدن ناخذ اتصال ونقول ألو مرحبا مرحبتين مرحب لهان وحياك الله من وياي سعيد معك من خور فكان سعيد من خور فكان حياك الله يا سعيد سعيد شيء تشجيع ولا لا؟ ما شاء الله ما شاء الله هذا جهاز كهربائي هذا كهربائي لا لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا قلت ما شاء الله لا لحظه 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 سيف بقبي قول ما شاء الله ما شاء الله لا انا اقول لك ها بصوت عرب قول ما شاء الله ها سمعت سمعت هذا صوت عرب اشكركم يا اهل خور فكان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اشكركم تستاهلون نحن مني بعد نشجعكم حاضرين يلا اي والله ويوفكم هذا اللي يستاهل الواحد يساعده ولا يتحمس وياه يا سلام حياك ابو قبي حاضرين
شر والله بعزك مرحبا حاضر الروحي حاضر نروح يا اهل فرفكان على الاماره الاولى اماره الفجيره ويقول لك السؤال من اماره الفجيره كمل المثل التالي ما يتسلط الفار الا من حسد اليار ولا من هل الدار يقولون الفيران تظهر في البيت بسبب الحسد هذا والله اعلم سوالف الطيبه من اهل الدار من حسد اليار ما ي... لا لا ركز ما يتسلط الا من حسد الجار وانت صح وانت صح سعيد تراني ياسا اقول لك يقولون الفيران ما تتجمع في البيوت وتظهر في البيوت الا من الحسد فمعناته شو من حسد اليار الله يسلمك انتبه يا سعيد انتبه ودقق معانا تدقيق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ايه دقق نشر لك ولا شيء ولا الكلمه اللي بتسمعها القطع يلا نروح على اماره راس الخيمه يقول لك وين تقع منطقه بو سمره في العين ولا في الفجيره سؤال سهل في العين في العين وانت صح حلو نروح ولا نرد نروح نروح شوف عيال ويانا الصوره على الشاشه شفت الصوره يا سعيد سعيد اوكي اوكي شفناها اوكي انزين نشوف السؤال شو يقول يقول لك شو يطلق على صرة القماش الظاهرة في الصورة صرة القماش يحطون فيها اللولو صرة يحطون فيها اللولو ابو حميد صرة القماش يحطون فيها اللولو بيجاوبوا شو الجفير لا لا وبالجفير الجفير يسوونه من الخوص ما في اختيارات والله رجعت لين 1500 وما عطيتني ولا إجابة أبو حميد نعم مكتوب المخمل هو مخمل هو مخمل في خلق بس بالله ما شيء غير يعني. مخمل مخمل نعم يخملوا بالوزون الخفاف خمل قماشي وزن ثقيل قال إنها بالظاهر قبلنا كلنا يعرف هذا المثل رجعت لين 1500 مبروك عليك هذه 1500 ويا 1500 ساعة مقدمة من تلفزيون أبوظبي مبروك وتستاهل حياك الله ناخذ اتصال جديد وألو حياك الله يا مهرة هلا والله أخت حفة يا أهلين وسهلين مبارك عليكم الشهر أنت ولجنة الحكم إن شاء الله حياك الله والله يبارك فيك ما تبقى عليك من الشهر إن شاء الله يا رب أم مهرة هلا أختي من وين في ابو ظبي؟ من الفلاح ان شاء الله من الفلاح، شيء تشجيع؟ والله روحي انا وربي يلا يا عيال يا كنترول شجعوا امها الله يعطيكم العافيه الله يعافيك، امها اسئلتنا سهله؟ اي والله سهله بس الله يعين وترانا نحاول نساعد الكل بس لا تخذك الرهبة ها؟ الرهبة لا تخذت يم مهرة لا لا ما فيها رهبة والله لو تعرف لا 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 مهرة ما فيها رهبة أبدا ترى أنت ياسة تكلمينا في التليفون نحن ما نشوفك إيه أكيد بس أول مرة تعرفين ولا فيها رهبة ولا شيء أبدا أبدا لا تستعيني أنت ويانا على التليفون نحن ما نشوفك اللي بتقولين قولين مرة ضري اللي في خاطرك ما حد يعرفك ما عليك ما تقفرين وسلام يلا نروح على السؤال الأول من إمارة الفجيرة يقول لك شو المزامط هل هو الحسد ولا التحدي الحسد ان شاء الله لا مهره التحدي انا بعد ما اتريى السؤال يطلع بس التحدي التحدي وانت صح الله يرضى من اماره راس الخيم السؤال يقول يا مهره شو هو الياروف الياروف هل هي شبكه صيد ولا أداة حفر؟ شبكة صيد إن شاء الله شبكة صيد وانتي صح الله يعطيك العافية نروح ولا نرد يا مهرة؟ الرد على هالرهبة الرد أفا يا مهرة والله معلوماتي مو لين هناك
مبروك عليك. تحيا سمعنا صوتكم حبيبتي، حياك الله ونحن سعيدين باتصالك. وان شاء الله المره الجايه تروح عنك الرهبه وتكملين ويانا، مبروك عليك الألفين. ناخذ اتصال جديد ونقول الو مرحبا. الو مرحبا. الو الو يا حي الله هل السعوديه. الله يحييكم ويبقيك يا احلام. احلام من وين في السعوديه؟ من المدينه. من المدينه، شيء تشجيع يا اهل المدينه ولا لا؟ ما بتشجعون؟ يستاهلون نحن نشجعهم في المنوره هاي. سيف منو مزعلنا؟ سواف الصغير منو مزعلنا؟ سواف مو بزعلان، سواف عنده علوم. عنده علوم؟ شو عنده؟ اي عنده علوم بيعلمكم في الفاصل. ها اوكي، لان اشوفه زعلان ما يشجع حتى اليوم ولا لخاطر. لا 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 بنروح انا وانت الدكان عقب الفاصل. وخاصه لهالمدينه، هالمدينه المنوره هو مركز عليهم بيساعدهم في الاسئله. انا اسفك يا سلام. نروح يا احلام على الاماره الاولى، اماره الفجيره. ويقول لك السؤال من إمارة الفجيرة، وين تقع منطقة اللية؟ هل في الشارجة ولا في الفجيرة؟ الشارجة. الشارجة. الشارجة وانتي صح. نروح على إمارة رأس الخيمة. شو معنى رطخ الحبل؟ رطخ الحبل انقطع ولا ارتخى؟ ارتخى. ارتخى وانتي صح. نروح ولا نرد يا أحلام؟ لا نرد. كيف؟ لا نرد. نرد؟ ليش من جديد نورة وبتردين بعيد عنا؟ ما علي، مبروك عليك الألفين وحياتك. الله يبارك فيكم. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. زين لين ما يشوفون الاتصال اللي عقبه ناخذ الاتصال. اليوم اليوم خلفان شو رايك اليوم في الاتصالات اللي جت والمشاركات؟ ما شاء الله مشاركات جميله واثلجت صدورنا. فوز سعيد في الشاره. مبارك و... سعيد ولا مبارك؟ مبارك سعيد. مبارك. مبارك سعيد المنصوري من هالوثبه او من اي منطقه زين. وصل إلى مرحلة معينة، هذه روحها نعتبرها إنجاز. نعم. والوصول إلى البرنامج هذا من كثر الضغط والاتصالات التي جينا نحن كلجنة، وأعتقد أن حتى أنت تمر عليك الرسائل كثير كل اللي شغالين في هذا. أنا والله ما شاء الله توصلني لين البيت الرسائل. شو نسوي عاد؟ والله ما يعني تبين الصراحة أن كلنا محرجين، لان في نظام لهذا البرنامج وضغط يعني غير عادي على العالم هذا. كلها تبغى تشارك وكلها تبغى تكون ويانا يعني. نعم. خلفان في سؤال، قبل كم من حلقه تكلمنا وقلنا متى تسمى الناقه عصوص؟ نعم قبل حلقتين البارح اللي قبل قلنا عصوص ومرور. نعم مرور. شو كان شو كان شو كانت الاجابه اللي يصعب؟ يصعب خروج اللبن من ضرع الناقة. هاي يقول عصوص ونقول مرور ونقول والناقة ريمة. اليوم الريمة يكثر اللحم في خلفة بحيث يستد السموم ما يظهر من اللبن، وريمة نقول ناقة ريمة. فهذا الاختلاف من بين هذا الاختلاف هذا الريمة يكون اللحم نازل في خلوفها فتتسمى. نعم. ريمة ويسد ال نعم حتى يوم يقبض الحليب يقبض يلقى السبه خلفان أن ينزل اللحم في ضرع المطية في السبب. والله يا سعيد ان الاشياء كثيره اسبابها، ولكن نحن اللي نعرف ان هذه المطيه اللي لبنها وايد والتبطي ما شملت تريم خلوفه تكبر خلوفه وتدوعل ويحول، وهذا بعد بعضهن فرعها خفيف وتيك ريمه. هاي الناقه وتغرز بالصاربه مرتين ثلاث ما تسم مالها. لا لا هذه ما حتى باكير رناها ريم باكير. بنرد بنكمل سوالفنا وياكم، لكن مضطرين نطلع هذا الفاصل القصير ونرجع بعدها نتواصل وياكم مشاهدينا. تريونا يواب والله يواب
سميت باسم الله واقول واثني صلاتي على الرسول عسى لنا عند قبول يوم الخلايق ترتجف صبيان يا كبار الشيعة لأهل الإيمان. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومتواصلين وياكم ويا مشاركاتكم على أرقامنا الظاهرة على الشاشة من داخل الدولة ومن خارج الدولة. نقول لكم يا مرحبا مليار وليس الدن. وناخذ اتصالنا من عند هلم والقيوين، وما شاء الله يقولون فوق البدالة عندهم جيمة من كثر الاتصالات. ناخذ اتصال. ألو. ألو. مرحبا، حياك الله يا عيدة. مرحبتين، هلا، سلام، وش حالك؟ الحمد لله بخير ونعمة. طاب حالك عيدة؟ من وين؟ في أم القيوين؟ من السلمة. من السلمة. شيء تشجيع ولا لا؟ شيء. يلا سمعينا. يلا شجعوا. يا سلام على بنات أم القيوين. ونروح على الإمارة الأولى. الإمارة الأولى إمارة الفجيرة، يقول لك السؤال منها: شو تتسمى نواة ثمرة الهنبة؟ صلامة ولا صلالة؟ صلامة ولا صلالة؟ شو يسمونها؟ بعد صلامة. صلامة، انت صح. ما يبالها. ركزي ركزي، ما يبالها شيء، الأسئلة سهلات. نروح على الإمارة الثانية، إمارة راس الخيمة، يقول لك وين يقع بري بخيته؟ هل في أم القيوين ولا في عيمان؟ عندكم في عيمان. وانت صح. نروح ولا نرد؟ رد. ليش؟ روحي روحي. إذا مساعديني مرة بساعدك. يلا روحي، ما ساعدناك في الأول والثاني. منو عاد اللي ما ساعدنا؟ كل اللي يروح نساعده الله يهداك. لا تردن بس على المساعدة. يلا نروح إن شاء الله. يلا بنتوكل على الله. ومن أم القيوين وبري بخوتي يقول لك السؤال: شو هو أول حقل في أبو ظبي افتتح لإنتاج النفط؟ حقل أم الشيف ولا أم النار؟ أم النار. أم الشيف؟ أم الشيف. ولا أم النار؟ وأنتي صح. 3400 وساعدتك. الحين القرار لك، تروحين ولا تردين؟ يعطيك العافية. القرار لك، تروحين ولا تردين؟ أرد. تردين، مبروك عليك 3400. حياك الله. ناخذ الاتصال اللي بعده. ألو مرحبا. مرحبتين. مرحب لهان، حياك الله يا علي. علي ما عليه كمر والله لهانك، تقصر على صوت التلفزيون تسمعني من التليفون. أبندل مرة حاضرين. لا لا تبندل، الله يرضى عليك، عشان تشوف الأسئلة بس قصر عليه. مشكور يا علي. علي من وين في العين؟ من الفوعة. من الفوعة. شي تشجيع؟ ماشي نروح نداوم. يلا عيال شجعوا يا كنترول. مداوم معناته ويانا، مداوم يخدم الوطن. نروح على الإمارة الأولى، إمارة الفجيرة، يقول لك شو تتسمى قطعة الخشب اللي يستخدمونها لإغلاق الباب؟ مصطاع ولا مزلاي؟ مزلاي. مزلاي، وانت صح. مصطاع حق اللعبة. نروح مصطاع. مصطاع اللعبة. اي اللعبة. قبل المصطاع. في مزلاي في ملواح. ملواح. ملواح بعد. نعم. بخبر بسألك عقب عن الملواح بحميد. نعم. نكمل وياه وآخر شيء بسألك عن الملواح. المصطاع والقبة أنت تقصد اللعبة. المصطاع والقبة. لا ملواح. يلا نروح على الإمارة الثانية، إمارة راس الخيمة. ومن إمارة راس الخيمة يقول لك السؤال، كمل المثال التالي: عسى نزيعي سميع بصير ولا ما يدري عني؟ عسى نزيعي سميع بصير ولا سميع بصير؟ ولا ما يدري عني؟ سميع بصير ولا ما يدري؟ ها؟ سميع بصير. وانت صح. نزيعي. انا اول مره اسمع المثل هذا. يعني نزيعي سميع بصير ياخذ حقه ويعطيني حقي. في الحقوق يعني الانسان اللي صار بيني وبينه نزاع او بيني وبينه اختلاف يكون سميع وبصير، يعني يكون راعي حق. يكون راعي حق، يعني ياخذ حقه ويعطيني حق. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله انكم تكونون احنا دوم ان شاء الله يا رب. الله يجعلنا دوم ان شاء الله. ان شاء الله.
اليوم بتيبني عيانه وبتيبنا ماكلين حق وغيره خلفان. والله اليوم انا طالع مستانس ولازم اني يوم ما استانس احش فيكم مع اخوياي تتحملون. عقب سبع سنين نروح ولا نرد؟ جو بس حق المشاركين. نروح ولا نرد؟ ما يرجعون اهل العين الله يسلمك. يلا عيال كفو نروح على اماره ام القيوين. ومن اماره ام القيوين يقول لك شو يطلق على الفتحات الصغيره اللي تكون في اعلى الابراج والقلاع من المرمى؟ بعد اكثر من شيء ما اقدر. الزاويه رامي. من الرامي؟ مرامي. اها مرامي عطاك اياها الحين تستاهلها. مرامي وانت صح. سوي صحنا صحنا ما يبنجل. ابو حميد يبي يلمح ما عرف يلمح عطاه الاجابه على طول. خلاص حمان ذا 2500 نروح ولا نرد؟ نروح. نروح اعطونا الاماره اللي بعدها اماره عجمان وقلعه المربع يقول لك منها السؤال. عاد الحين ركز لان ما في اي مساعده. الحين خلاص ما في مساعده. اصلا ما بتساعدون انا عارف. من هو أول وزير للشباب والرياضة في دولة الإمارات؟ اتفضل. أول وزير للشباب والرياضة في دولة الإمارات. راشد بن أحمد. وأنت صح. أهل العين عيبون. راشد بن أحمد الشامسي وأنت صح. 3660 تاخذنا وتنسحب ولا تكمل؟ نكمل. نكمل. اعطونا الاماره اللي بعدها اماره الشارجه. ومن اماره الشارجه يقول لك السؤال. ساعديني لازم تساعديني الحين ما ساعدتيني. لا ساعدتك الله يسلمك. هل مصر ساعدتيهم انا مركز وياك. ما عليك انت مركز وانا مركزه وياك اني انا ساعدتك ما عليك. ساعدتك انا ولا اللجنه ترى انا واحد وهم ساعدوك ترى. الله يطول عمرك. اي انا مركزه وياكم بعد لا تخاف. يقول لك كمل المثل التالي. لا يثيب طايح ولا واقف. لا لا يثيب طايح ولا واقف. هذا ابسط سؤال. هذا حل من هو فيه. لا يثيب طايح ولا ولا طايح. لا الا الطايح. غير. لا يثيب طايح ولا الا الثايب. لا لا يثيب طايح ولا يرد صايح. طايح. هذه هي الإجابة الله يسلمك. مبروك عليك ال 1500 وجائزة عينية بقيمة 20,000 درهم مقدمة من محمد رسول خوري. مبروك وتستاهلها. يستاهل. حياك الله. ناخذ اتصال جديد ولا عندنا؟ يلا ناخذ. الو الو مرحبا. مرحب لهان وحياك الله يا عبد العزيز من الغربيه. الله يحييك بقيت اختي حصص حالك؟ اجمعين الحمد لله بخير ونعمه. طاب حالك؟ حالك يعني طيبين بخير ونعمه. يا مرحبا عبد العزيز. وين في الغربيه؟ من المرفه الله يسلمك. من المرفه. شيء تشجيع ولا لا؟ شيء طال عمرك. شيء يلا سمعنا التشجيع ونتوكل على الله يا عبد العزيز لانه ما شيء وقت. يلا توكل على الله. ويقول لك السؤال الاول من قلعه الفجيره كمل المثل التالي. من أدى فرضه قبض أرضه ولا أدى صلاته؟ قبض أرضه. وانت صح. نروح على الإمارة اللي بعدها إمارة رأس الخيمة على السريع كنترول. إمارة رأس الخيمة يقول لك السؤال شو هو لون ثمرة الرطب المسمى صبيعات العروس؟ أصفر ولا أحمر؟ عداي سهل. صبيعات العروس شو لونها؟ أحمر. أحمر. انت صح. عروسي ما شاء الله اليوم ضويته بس خلاص بيضا ضويته بس عاد ما شافوا يستاهلون هالمرة. نروح نروح ولا نرد؟ لا نروح الله يسلمك. نروح يلا. نروح على إمارة أم القيوين ويقول لك في أي إمارة تم إنشاء أول مختبر جنائي متنقل؟ ومصعب السؤال. في أي إمارة تم إنشاء أول مختبر جنائي متنقل؟ في أي إمارة تم إنشاء أول مختبر؟ ساعدوني حاج ساعدوني الله يسلمك. أبو ظبي ولا عمان؟ أبو ظبي. أبو ظبي. أبو ظبي. وأنت صح. 2200 في أبو ظبي عام 1975. نروح ولا نرد؟ والله عاد كان السؤال عاد عقب السهل نروح. لا السؤال صعب
وما في مساعدات عندك تنسحب على 2200 ولا تكمل؟ الراي عندك. لا لا بس بنسحب على 2200. مبروك عليك ال 2200، حياك الله. خلصنا الاتصالات، الحين نروح على السحب. مكرم يلا تعال يا مكرم، تعال يا مكرم، تعال يا مكرم، نشوف شو الإجابة كانت. كنترول لينا، شو كانت الإجابة يا لينا؟ الكتاب كانت هي الإجابة الصحيحة للغز، ونقول الفائز الأول، نشوف منو اللي بيفوز بالجائزة العينية بقيمة 15000 درهم مقدمة من مجوهرات منصور، ونقول وقف يا مكرم. 0501881 0501881 ألف مبروك لك، جائزة عينية بقيمة 15000 درهم من مجوهرات منصور. وتعال يا مكرم وهات السحب الثاني، نشوف منو الفائز الثاني. ما أدري أنا ليش أحس أن الوقت يخلص بسرعة اليوم ولا خلص بسرعة فيه؟ لا هو مش ركض الله يسلمك يا لينا، بس الحماس اليوم وايد حلو في الحلقة فعشان تيها. ونقول تعال يا مكرم، تعال شوي، وين رايح ورا هناك بعيد؟ تعال ونقول وقف. 0506707 0506707 ألف مبروك له، جائزة عينية بقيمة 10000 درهم مقدمة من مجوهرات الصايغ. أما الحين خلونا نشوف وياكم اللغز الجديد شي يقول. ويش صيد صاده الصياد صيد، حطه مع صياد جارح لين صاد، كل واحد دون الآخر ما يفيد، ما كنت شافه شي عميان انتقاد. واحد الحبل والشراع، اثنين النغر والميدار. للمشاركة أرسل رقم الإجابة الصحيحة برسالة نصية قصيرة على الأرقام الظاهرة. وللمشاركة من المملكة العربية السعودية يرجى الاتصال على، والرابح الأول بيفوز ويانا على ساعة فاخرة بقيمة 15000 درهم مقدمة من مجوهرات المنصور، أما الرابح الثاني بيفوز ويانا على جائزة بقيمة 10000 درهم مقدمة من مجوهرات الصايغ. إن شاء الله تكونون عرفتوا الإجابة الصحيحة، هل هي واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ إن شاء الله تكونون عرفتوا. أبو حميد المزلاي، وشو كنا نقول قبل شوي؟ المزلاي والملواح. الملواح، شو الملواح؟ الملواح طال عمرك لوح يد وفيها يد من برا جايت منها، هذه لوح عريض اللي يطيح كذي، الداخلي عريض، نعم اللي يطيح يطيح كذي، يفتشونه من برا، يفتش ويبنده من برا. نعم الحين انا بظهر بطبج الباب، اذا بطبج الباب انطبقت وانا داخل ما ظهرت، اظهر اطبج الباب بالملواح. شرق قبضة السكروب، افره يمين وافره يسار. نفس قبضة السكروب يعني، نفس قبضة الباب؟ لا لا لا، السكروب غير وهذا غير. هذا هذا ملواح، ملواح وشكل نصاب السكروب. كيف بقول لك يعني أنا؟ عدا لازم تجيب لنا إياه ولا تجيب لنا صورته؟ ما بجيب صورته، ما في مشكلة. لا أنا بسوي لك هني. كيف؟ هني بسوي لك. بترسم لي يعني؟ نعم. لا نرسم هني، لا نجيب صورته أحسن عشان نوضح للمشاهدين. لا بجيب لك شكله، هو شكله كيف يعني يصير؟ تقدر تجيبه موجود يعني عندك؟ لا هو موجود لكن النجار عندي موجود، أسوي بجيبه. هذا الأول العرب عنده حويان مال زور والباب مال خشب. هو حويان؟ لا ما يطري الحويان. في الحوي وش كليتك؟ هو حوي ولا حواية؟ حوي، هي الحوي اللي باب من خشب، الباب داخل المزلاي خشب، تدزه وتدخله، اللي إذا زليت أنت داخل ما تقدر تطلع. هذا خابجين في الإدار وحاطين، هو في الإدار، هو في الإدار، في اللوح، في اللوح، في الباب، في الباب، في الباب خابجين وحاطين مقبض مركوز يعني سيده، هم مسدوح مركوز، وهذا المقبض فيه اللايح الداخل، يوم يفرها شيء سكرت المقبض، يوم البتي بطلت. لحقت عليها يا ابن، لحقت على الابواب الحديثه. انا لاحق الله يسلمك على الباب يتبطل بالريموت الحين. يقول بتي
بطل. لا انا لحق الله يسلمك على الباب يتبطل بالتليفون. لا هالحين لا 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 تدق رقم ويتبطل الباب. والله صدق هذا حتى انا وياك في هذا. اي وانت وياي خلفان نفس الشيء. عيال لاحقين عليه على الريموت اظني. هذا لحقوا على الحوي، الحوي نحن ما لحقنا عليه. لا ولاحقين بعد يوم ابو ظبي ما جيها طريق من دبي ولا جيها طريق من العين. ما نعرف انا بعد يصير. يوم قايد هزع البوش حق السيارات دعود وبني المقطع حد بني المقطع ما زرنا حصاي خطفن عليه السيارات. زين الحين خلنا نشوف منو اللي فاز بالاكل وباكر ابو حميد نتريا من عندك نشوف موضوع الباب هذا الملواح والباب والملواح والمزلاق. زين نشوف منو فاز ويانا في الاكل. شمسة احمد بن عاصر ميثي مبروك فازت ويانا بجائزه عينيه بقيمه 10000 درهم ومحمد سالم عبيد الكتبي بعد فاز ويانا بجائزه عينيه بقيمه 10000 درهم. ام احمد باكر شو نطلب؟ باكر محمر هنا طلبت خلفان محمر ولا برنيوش؟ برنيوش هو كلمه الا وحده. ايه نفس الشيء محمر برنيوش وحده. ايه زين البرنيوش شو يعني؟ هو المحمر احنا نقول محمر. ايه كيف غير برنيوش؟ البرنيوش ظال ملك هو عليه يقولون عليه برنوش ولا برنوش؟ المحمر يزيدون عليه يقولون عليه حمر والبرنيوش اوكي بيلعبون بنا هالبحر في البرنيوش. شوف ايه باكر عيال نديرها كبسه. لا باكر عيال نتريا المحمر. محمر من عندكم هي طلبت ام احمد. اما الحين خلونا نشكر اللي مقدمين لنا الضيافه اليوم قصر العين للضيافه وتسيوره صديقه البرنامج وبل للزهور اللي كل يوم تبدع وتتحفنا بزهورها. جديده اوكي هاي جديده تحراي هي اللي كل يوم تجيب لنا ورد هذيك كاميليا. زين ما عليه تحياتي الكاميليا للزهور وبل للزهور كلهم ما يقصرون ويانا. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي تحيات أسرة البرنامج ونقول لكم سحور العافية. باكر تريونا في نفس التوقيت ونفس الموعد من 10:30 لين 12. مع السلامة. شد